كيفية تفعيل خاصية اقتراح فيديوهات لتنزيلها؟ هي طريقة سهلة يا أصدقائي، كما ترون هذه هي الصفحة الرئيسية وصفحة الفيديوهات على تطبيق اليوتيوب. تقوم بالذهاب والضغط على هذا المكان، بعدها تضغط على الإعدادات. بعد الإعدادات يا أصدقائي تقوم بالذهاب والضغط على خامس خانة وهي المحتوى الذي تم تنزيله، ثم بعد ذلك تقوم بالذهاب والضغط على زر اقتراح فيديوهات لتنزيلها. تقوم بتفعيل هذه الخاصية بالضغط على هذا المكان، وهكذا تتم هذه العملية. ونصل لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا بزر لايك والاشتراك بقناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.